السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يبحث مع حاكم أم القيوين شؤون الوطن والمواطن. محمد بن راشد يوجه بتسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية العاجلة إلى ليبيا. محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وتبادل سموهما خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عددا من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والذي يقع في جوهر خطط التنمية والتطوير وعلى قمة أولويات القيادة ورؤيتها للمستقبل ليكون عنصرا أساسيا وفاعلا في مسيرة التنمية الوطنية وتقدم دولة الإمارات وتعزيز مكتسباتها. كما تبادل سموهما التحية والأحاديث الودية مع ضيوف مجلس قصر البحر الذين هنأوا سموهما بالإنجازات الحضارية التاريخية التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات في مجال الفضاء، لا سيما إنجازها مؤخرا أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة انطلاقا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لمد يد العون للمتضررين في دولة ليبيا الشقيقة من جراء الآثار المدمرة لإعصار دانيال وسرعة تسيير عمليات نقل مواد الإغاثة عقب الكارثة الناجمة عن الفيضانات القوية التي اجتاحت شرق ليبيا بسبب الإعصار. وسيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية شحنة ثانية إلى مدينة بنغازي الليبية لنقل نحو 100 طن من المساعدات تشمل مواد إيواء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواد غذائية ومعدات للاتصال والتكنولوجيا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك عبر مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية وفريق الدعم والطوارئ السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرؤية والاستراتيجية الجديدة لشبكة أبوظبي للإعلام، وذلك خلال حفل نظمته الشبكة في مسرح أبوظبي الوطني. وشهد سموه خلال حفل الإطلاق عرضا مفصلا للرؤية والاستراتيجية الجديدة للشبكة التي ترتكز على محاور الخدمة العامة بهدف تعزيز المشهد الإعلامي العام وتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي نوعي يثري المعرفة المجتمعية ويعمل على تسريع نمو اقتصاد المعرفة على جميع المنصات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية والمطبوعة والرقمية التابعة للشبكة عبر سرد محتوى تعليمي ترفيهي يصل إلى كافة أفراد المجتمع. شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع حفل تخريج دورة الحرب الرابعة التي عقدت بكلية القيادة والأركان المشتركة وبحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، حيث افتتح الدورة العميد الركن أحمد المعلى نائب قائد الكلية الذي قال في كلمة له: إننا نعي أن نفوذ الدول لم يعد يقاس بمدى مدافعها فحسب، بل إن القوة يجب أن تقترن بالعلم وفنون استخدام هذه القوة وصولا إلى الابتكار. نتابع.
يجسد التحرك الإماراتي لإغاثة المتضررين من إعصار دانيال في ليبيا جانباً مشرقاً من جوانب العمل الإنساني في دولة الإمارات التي تواصل نهجها في دعم ومساندة البلدان الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث. ومنذ تدشينها الجسر الجوي لإغاثة الأشقاء في ليبيا، أرسلت دولة الإمارات 22 طائرة حملت على متنها 503 أطنان من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية لتوزيعها في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة، خاصة الشرق الليبي. نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة محاضرة توعوية بعنوان جريمة التهرب الضريبي، وذلك في مجلس المشرف في أبوظبي، بهدف نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، انطلاقا من حرص النيابة العامة للدولة لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز وعي الجمهور ورفع الثقافة القانونية عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي. تناولت محاضرة اليوم الجرائم الضريبية، وعلى وجه الخصوص جريمة التهرب الضريبي. تحدثنا عن أهمية الضرائب وأثرها الاقتصادي. أيضاً تم الحديث عن أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتم التركيز على أنواع جرائم التهرب الضريبي وعلى العقوبات المقررة لها. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. يبدأ المتطوعون العمل بينما تتولى مدينة درنة الليبية عملية التنظيف المضنية بعد أن دمر فيضان هائل المدينة الساحلية وتسبب في مقتل الآلاف، وأصبح عشرات الآلاف من السكان المصابين بصدمات نفسية بلا مأوى، ويحتاجون بشدة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية وسط تزايد خطر الإصابة بالأمراض مثل الكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية. أعلن الجيش الأمريكي أنه عثر على حطام طائرة مقاتلة من طراز F-35 فقد أثرها فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتضح حتى الآن. وكتبت قاعدة جوينت بيز العسكرية في منشور لها على منصة إكس أن الجيش وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية هناك عثر على حطام بولاية كارولينا الجنوبية، وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطور والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار يسدل الستار على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات، وطلبت خلالها من سكان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.
اقتصاديا، غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناء أوكرانيا على البحر الأسود رغم التهديد الروسي بالتعامل مع السفن المدنية هناك كأهداف عسكرية محتملة، على ما أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني. وهددت أوكرانيا أيضا بإجراء مماثل أمام جميع السفن القادمة للموانئ الروسية. وقال الوزير على منصة إكس إن السفينة ريزل أفريكا المحملة بثلاثة أطنان من القمح غادرت ميناء تشورسك وهي تتجه نحو مضيق البسفور، فيما تتحدى أوكرانيا التهديدات الروسية من خلال سعيها لإنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي. رياضيا مشاهدينا، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المنافسات الرياضية وأهدافها في تعزيز حضور إمارة الفجيرة في المجال الرياضي على مستوى العالم. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الديوان الأميري سعادة اللواء المتقاعد ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي والوفد المرافق له. وفي نهاية ختام النشرة، إلى اللقاء.